دكتور احمد اتفضل. على فكره حضرتك انا جاي قبل دكتور احمد ما يدخل وقبل كل اللي قبل دول ما دخلوا. انا اسفه حضرتك جاي من غير ما اتسابق، والدكتور عاطف عنده السكجول مليان النهارده. سكجول ايه؟ واضح ان حضرتك مش عارفاني. انا دكتور عمر سليم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت شغال معاكوا هنا في الشركه وخدت اجازه سنتين بدون مرتب. لو سمحتي بعد اذنك خشي بلغي دكتور عاطف ان انا رجعت وعايز اقابله. حضرتك انا بلغته بالفعل. الدكتور قال لي ان حضرتك تستنى لحد ما المواعيد السابقه ما تخلص. ايوه يعني المواعيد السابقه دي بقى المفروض هتخلص امتى ان شاء الله؟ انا بقول لحضرتك عمر عمر سليم ازيك عامل ايه؟ جيت هنا امتى؟ الحمد لله. ازيك يا عادل عامل ايه؟ انا هنا يا عم بقالي ساعتين وعايز ادخل ابلغه ان انا ارجع الشغل بقى ومش عارف هي مش عارفاني ولا ايه الموضوع. طب تعال انا عايزك شويه. تعال. في ايه يا عم؟ انت عارف انا بعزك قد ايه يا عمر صح؟ اه الدخله دي واضح ان في مصيبه عايز تبلغاني. قول لي. انت اترفدت من الشركه. ايه؟ انت فاهم واكيد كنت متوقع ان حاجه زي دي هتحصل. طبعا والسبب القانوني ان انت انقطعت عن العمل بدون اي اسباب. انقطعت ايه يا عم؟ انا واخد اجازه رسمي. مفيش ورقه بتقول كده. وطي صوتك يا عمر. انا لما نزلت للشؤون القانونيه اكدوا لي ان انت ما قدمتش اي حاجه تثبت انقطاعك عن العمل. ده اسمه ايه؟ ده بقى اسمه كدب، اسمه تزوير. انا لازم ادخل افهمه اللي بيحصل. اهدى يا عمر. انا فاهم وانت فاهم اللي بيحصل ده ليه. ما تدخلش الدكتور عاطف، ما تحرجش نفسك وانت عارف النتيجه كويس. يا عمر